بسم الله الرحمن الرحيم. صيغة كان علمها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لابن زيد. ابن زيد ده من كبار علماء التابعين او كبار التابعين، فقال له: يا ابن زيد، لا تدع يوم الجمعة من من لا تدع يوم الجمعة الا ان تقول 1000 مرة: اللهم صل على محمد النبي الامي، اللهم صل على محمد النبي الامي. اكيد الصيغة دي فيها سر، لان عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابه لا يتكلم الا بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يوصي واحد من التابعين يقول الصيغه دي، وصيغه سهله ويسيره، ويقول له ما تقلش عن 1000 مره. فيا ريت كل واحد بيسمعني دلوقتي ما يقلش عن 1000 مره ويقول الصيغه دي، عشان يحصل الثواب العظيم للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه. ف اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ربنا بيصلي عليه 10، لا، في ناس ربنا بيصلي عليهم 100 صلاه. جاء في بعض الروايات: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 70 صلاة، وفي رواية 100 صلاة. فيا ريت نحتسب الثواب الأعظم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث للصحابي، لما الصحابي اللي كان بي 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 كان ساكن بعيد، والحديث في صحيح مسلم، ودايما وقالوا له: اشتري حمار، انت بتمشي بمسافة كبيرة جدا ويعني وبتتعب جدا. قال لهم: لا، انا ارجو ان الله سبحانه وتعالى يحسب لي بكل خطوة في مروحي وفي مجيي. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لك ما احتسبت. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبه له عند الله. فعلى قد ما تحتسب ربنا، قد ما ربنا يديك. فمهم قوي معرفه الاجر والاحتساب. فاحتسب ان ربنا يصلي عليك 100 صلاه، مش 10 صلوات، مش كده وبس، ده بكل صلاه لك ثواب عتق 10 رقاب. و في بعض الروايات ربنا يبني لك قصر في الجنه بكل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، و يرفع لك في الجنة 10 درجات. و جاء في 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 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الكلام ده قبل كده: أكثركم علي صلاة، أكثركم زواجا في الجنة. كل ما تكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من أكثر الناس زواجا، ويكون لك نصيب أكبر من حور العين. ده مش كده وبس، الحديث صححه بعض العلماء: من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا، والقيراط مثل جبل أحد، وجبل أحد وزنه 45 مليار طن. ف ده غير ان ممكن تكون لك شفاعه خاصه يوم القيامه. اقربكم اكثركم علي صلاه، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. يبقى اذا الصلاه اكثر من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم توصلك للفردوس الاعلى. لذلك ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عليك شفاعه خاصه عشان كثره صلاتك عليه. فيطلب ولو انت في الدرجات الادنى يطلب من ربنا يرفعك تبقى معاه في الفردوس الاعلى. ف ده غير تفريج الكروبات، والهم من صلى اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاه يفرج عليه انه سبحانه كما قال عليه الصلاه والسلام: 30 كربه في الدنيا و70 كربه في الاخره. ده غير فرصه كبيره لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومناقب اخرى كثيره لا يتسع المجال الان لقولها، لكن قلت لحضراتكم اهم مناقب الاكثار من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ريت يوم الجمعه بالذات تقول: اللهم صل على محمد النبي الامي 1000 مره او اكثر، كما قال عبد الله بن مسعود للتابعي لزيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.